من خلال هذا المعرض اللي اليوم لمسنا فيه بمشاركة 102 شركة مشاركة في هذا المعرض، لمسنا أننا حقيقة رجعنا إلى موعد موقار، أنه موعد ثقافي، موعد يعني تقليدي، موعد لتقارب الشعوب، موعد لإعادة بعث الروابط الاجتماعية والتاريخية بين شعوب المنطقة، لكن أيضا هو موعد تجاري وموعد يعني اقتصادي بامتياز، لأن المعروضات الموجودة اليوم اللي تمكننا أننا أولا نلبي حاجيات الساكنة المحلية، ثم أننا نتكلم على تبادل في الإنتاج، تبادل في التصدير، تصدير هذه المواد إلى الدول المشاركة. تبادل الزيارات بين قيادات البلدين في الفترة الأخيرة تضاعف مستوى التعاون، والأمل أن يظل ازدياد وتطور، ولنعود إلى النقاط التي ذكرها زميلي فيما يتعلق بالمشاريع الأخيرة التي نفذت والتي ستكون مسهلة لتطوير التعامل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وهذا المعرض اليوم أيضا يعيد أو يحيي من جديد العلاقات الثقافية الموجودة بين شعوب هذه المنطقة، واعتبر انها فرصة سعيدة. يشرفنا كثيرا بتواجدنا اليوم في هذا المعرض الثاني عشر للمكان. هذا المعرض في القراءات البسيطة ومحتويات المعرض تثبت من هناك علاقات وطيدة بين الشعوب المنطقة. ما يعني ما هي علاقات سياسة، هناك علاقات ثقافية وأسرية يعني ممتدة إلى جذور الأرض. وبالتالي بالتأكيد هذا المقر يعني بداية إن شاء الله انطلاقة النشاط واعد يرجع بالفائدة على كافة سكان المنطقة وعلى دولنا بصفة عامة.